بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي غارت نجوم سماواتك ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة. وأنت إلهي حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شيء عن شيء. أبواب سماواتك لمن دعاك مفتحات، وخزائنك غير مغلقات، وأبواب رحمتك غير محجوبات، وفوائدك لمن سألكها غير محظورات، بل هي مبذولات. وأنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك، ولا تحتجب عن أحد منهم أرادك. لا وعزتك وجلالك لا تختزل حوائجهم دونك، ولا يقضيها أحد غيرك. إلهي وقد تراني ووقوفي وذل مقامي بين يديك، وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما تصلح به أمر آخرتي ودنياي. إلهي إن ذكرت الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك، نغصني مطعمي ومشربي، وأغصني بريقي، وأقلقني عن وسادتي، ومنعني رقادي. وكيف ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار؟ بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، ويطلب قبض روحي بالبيات أو في آناء الساعات؟